مرحبا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا عبر قناة قدساوي. أعرفكم بنفسي أنا صابرين برشيد، راح أكون معاكم إن شاء الله أسبوعيا في برنامج أوتوغراف. الأوتوغراف أنواع، منها صور ومنها تواقيع، من النجم إلى معجبين ومحبين، لكن أوتوغراف قدساوي راح يكون بالعكس. أنا أقول لكم شلون. في كل حلقة راح يكون عندنا نجم من نجوم كرة القدم الكويتية، راح ناخذ التيشيرت الخاص فيه ونخلي معجبين يوقعون على هالتيشيرت، وفي نهاية حلقتنا راح نقدمه كهدية من قناة قدساوي ومعجبين حبا وتقديرا له. ومو بس كذي، راح تكون عندنا مسابقة خاصة بضيف حلقتنا للجمهور، واللي جاوب معانا صح راح يفوز بجائزة مقدمة من قناة قدساوي بالإضافة إلى توقيع التيشيرت، وحتى اللي ما يفوز بعد بيوقع على تيشيرت النجم. وبكذي عرفتوا فكرة برنامج أوتوغراف، أتمنى أنه يعجبكم وخلكم معنا. عشان تعرفون من ونجم حلقتنا لليوم، شوفوا معانا هالسي في. ضيفنا حلقتنا اليوم يشوف معنا اهدافه. خطره جو 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 جو. ايضا هو بدر المطوع الى عامر بحدود الى بدر المطوع، يلعب له كره عرضيه وبالراس الله. عمر كاريكا كاريكا ناحية أحمد عجب، أحمد عجب يحاول ينطلق، يا ولد أحمد الله. خطف كرة مهلة، خطف كرة مهلة، اعتمد على كونترا تاك وكرة أمامية، حاول هروب فرص الخطير، اللعب تملك كسرة جميلة، فلعبة أمامية، هي جول هي جول هي جول هي جول. الله، والهدف الأول اللي ينادي القادسية اللي ينجح في افتتاح أولى الأهداف عن طريق اللاعب احمد عجب. يلعب اماميه، استلام من احمد عجب، مرور من احمد عجب، طلاقه اماميه، خطره خطره خطره، ممكن عرضيه نواف، يلعب الله. الاصفر يعود، الاصفر يعود من خلال ما اراه، من خلال الجمل الرائعه اللي بينفذها لاعبو نادي القادسيه، من خلال اداء جماعي، من خلال روح. وهدف هو الاجمل في اللقاء حتى الان هو هدف احمد عجب. حصل على طاندر في الدقيقه 40 للشوط الاول، والهدف اللي سجله في الدقيقه 34 من الشوط الثاني، وهذه راسيه جول. عجب عمل العجب في الدقيقه 43. منتخب الكويتي ضغط مسيطره كبيره حاضره من سيف لاعبين منتخب الكويتي، كره وصلت الى يعقوب الطاهر، يعقوب يلعب الكره على عرضيه، لكن تدخل، يا سلام يا عجب. مطلوب الى نواف خالدي، وفرصة أخيرة للقادسية، وفرصة ممكن يتعادل أم يستطيع، وتلف على مرمى الله. أحمد عجب يستطيع التعادل، كرة ملعوبة يا ولد. لا أحمد عجب، خلاص 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 يا أحمد. علي مرصيد، كرة مرفوعة، أحمد الجول، جول جول، يا سلام، جول جول، حلو سريع مقصيد، أنت صنعت الهدف. واو.
واحمد عجب ما هي عجب عليك الشحطاني والعرضيه وعجب جول. مشاهدينا احنا الحين وصلنا الى مجمع 360 وراح نبتدي بمسابقه حلقتنا لليوم الخاصه باللاعب احمد عجب. خلونا نشوف المعلومات الرياضيه عند الجمهور المتواجدين. مرحبا، شخبارك؟ اهلا، تمام الحمد لله. حياكم حياكم. انت وين ربعه؟ وين ربعه؟ تعالوا تعالوا. انت قدساوي ولا عرباوي؟ قدساوي. قدساوي. طيب ليش واقفين بعيد؟ تعالوا. والله الاجابه سهله والله. لكم في الرياضه ولا مالكم؟ طبعا لنا. اي نادي تشجع؟ كويتي. عشان المايك قدسيه. عشان المايك قدسيه. حلف عاد. طيب قدساوين؟ اي قدساوي. وايد نجامل ترى الظاهر. زين، اي نادي تشجع؟ قدسيه. كلهم عشان المايك ترى قدساويه. طيب احنا بنشوف الحين اذا قدساويه اي ولا لا. حلو. زين، سؤالنا يقول او سؤالنا يخص اللاعب احمد عجب، تعرفونه؟ طيب اللاعب احمد عجب كم مره لعب في كاس الخليج؟ لكم وسيله مساعده ان تقدرون تتصلون على احد؟ اي اذا ما عرفتوا. يلا انت قول كم مره لعب في كاس الخليج؟ ثلاث مرات. اللاعب احمد عجب من مواليد سنه كم؟ 86 يمكن. 88. احمد عجب كان في نادي الساحل وبعدين انتقل الى نادي القادسية. باي سنة؟ ويه بتذكر السنة يعني انا ما اعرف الاجابة. لو اعرف الاجابة ما راح اتذكرها. مرتين. ما تبون تتصلون على احد؟ يلا بسرعة لكم كم قلتوا؟ كم دقيقة؟ 30 ثانية. يلا بسرعة 30 ثانية. الو طيب. الو اسمعني بسرعه. احمد عجب كم مره لعب كاس الخليج بسرعه؟ لا مو 86. راح توقعون على تيشرته اوكي ونهدي لي. تمام. انت قربت. مو 88 بعد، حاول. واذا ما تبي تسال احد يصير. 90. لا بعد محاوله اخيره. محاوله اخيره. احمد عجب كم مره لعب كاس الخليج بسرعه؟ مره. طيب انت بتسكر ان انت متاكد من الاجابه يعني؟ طيب في نادي القادسيه في لاعب اسمه احمد عجب حصل هدف هداف الدوري 2007 2008. في ظنك كم هدف سجل عشان يحصل على لقب هداف الدوري؟ هدف الدوري كم؟ 30. واذا واحده نحيسه يعني. يعني 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 مرتين. خلص الوقت. اوكي مرتين. لا مو مرتين. نشفت ريجي يا اخي، نشفت ريجي. لا وحشة ما قلته. والله ما قلته. احنا بنقعد نحلف قوله ما قاله. طيب اعطي من الجائزة؟ خالك اللي يجاوب. طيب حق ولد خالي. يلا ولد خالك مو مشكله. فزتوا معنا بكاميرا من مقدمه من قناه قدساوي. الف مبروك. واكيد مو لك حق خالك. اي حق ولد خالي. طيب تتوقعون شباب على تيشرت اللاعب؟ احمد عجب. ايوه احمد عجب راح تتوقعون على انتم تتوقعون له. اذا تبي تتصل حق احمد ربعك ولا شيء عادي. اتصل. هلا سعود. السعود انا بمقابله مع قناه القادسيه قاعد يسالون سؤال يقولون باي سنه انتقل احمد عجب من نادي الساحل لنادي القادسيه؟ عاد انت قدساوي قول الجواب. زين خلاص اخر اجابه. اخر اجابه 2007. 2007 والاجابه صحيحه وفزت معنا بجائزه مقدمه من قناه قدساوي. هذه للسعود طبعا. ممكن تكون للسعود. يلا فزت معنا بجهاز جالكسي من سامسونج. ألف مبروك.
سؤالنا يقول اللاعب احمد نجم، اللاعب احمد عجب باي سنه انولد؟ يلا شيرو، باي سنه انولد اللاعب احمد عجب؟ 89. للاسف الاجابه غير صحيحه، بس ممكن اتوقع على التيشيرت. في موسم 2007 2008 كان هداف للدوري الكويتي اللاعب احمد عجب، كم هدف سجل في هذا الموسم؟ تبينها بالملي ولا عيب حروه شوي؟ اذا انت ما عرفت يا تدخل جوجل لك دقيقه، او انه تتصل حق احمد ربعك وتقول. يلا ما عليك. شنو بتنق؟ دش دق على واحد من ربعي. يلا بسرعه. هو جوجل هو. طيب يلا نشوف. كم كاس خليج لعب فيه اللاعب القدساوي احمد عجب؟ يعني كم مره لعب في كاس الخليج؟ اربعه. اذا ما ينفع اقول لك 40 مثلا اشير. انت براحتك، تبي تشير بروحك ولا تبي تسال احد من ربعك؟ هذه وسيله مساعده. خيارات. اختيارات اسكر. ما عندي ما عندي خيارات، انت قول وانا اقول لك. لك ثلاث محاولتين. يلا. كم هدف سجل؟ 27 35 35. سوري بس ترى ما بتخسر، انت بتوقع حق اللاعب احمد نجم، احمد عجب، انا ايش فيني على نجم؟ احمد عجب على تيشيرته، وانت ايش تقول؟ خمسه. خمسه؟ يلا بعد محاوله واحده يلا. 10 7. شكرا، اجابتكم مو صحيحه لكن راح توقعون على التيشيرت الخاص حق اللاعب، تمام؟ عشان نعطيه نقول لهم هاي الشباب الحلوين قد سويه يحبونك، بقول على تيشيرتك حياك. اكثر ولا اقل من 30؟ 25. لا يلا بعد محاولة وخلاص، عاد انت لا تستعيلين في الإجابة، خذي خذي راحتك. 28. لازم يكون هداف مفوت كثير جوال يعني. شو مفوزها ولا لا؟ شو بعيد ولا قريب؟ لا بعيد وايد. 20 يعني؟ نزل شوية. تمام 18. بقي رقم خلاص، يعطيك العافية شكرا. طيب تعالي 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 وقعي حق اللاعب على تيشيرته عشان نهدي له اياه ونقول له هذه هدية من معجبينك. اللي طالعني معصب ما راح اخذه. خلاص انهد حيلي تعبت. طيب هم عرفوا الاجابه نعطيهم ولا لا؟ عرفتي الاجابه؟ اي 184. مره ثانيه 13/5/1984. اجابه صحيحه. على المساء ليش ما دقيتوا على منو؟ على اخوي. على اخوي، شلون اقول لكم دقوا؟ يلا كل واقع وفزتي معنا بجائزه مقدمه من قناه قد تساوي، مشغوله اتوقع. عباره عن كاميرا، لا مش كاميرا، مو كاميرا، تليفون جالكسي من قناه قد تساوي. مبروك. كم ساعه مستحيه؟ الكل يوقع. تعرفين اللاعب احمد عجب في نادي القدس؟ ايه. طيب تيشيرت رقم شام؟ رقم شام؟ رقم شام. 10. قربتي انت، تقدرين تتصلين على حد اذا بغيت؟ لا. 12. لا اخر محاوله. ما ادري. 9. رقم 9 والاجابه صحيحه، فزتي معنا بجائزه عباره عن كاميرا مقدمه من قناه قد تساوي، مبروك. شكرا. توقعين على تيشيرت اللاعب. هلو هاي هلو. اوكي ركبت، قالوا لي لا تركضين، وخفيت قالوا لي ركضي. طيب يلا نروح السينما او صوب السينما. هلو شباب، قد تساوي ولا اربعه؟ قد تساوي. قد تساوي. حلو، تعال تعال حياك. تعال 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 حياك هنا. قد تساوي ولا اربعه؟ قد تساوي. تساوي. تلعبون كرة ولا ما تلعبون؟ بس من المدرسة. بس من المدرسة؟ ايه. طيب انا بسألكم سؤال واذا
فزتوا معاي راح تستلمون جائزة مقدمة من قناة غدساوي عبارة عن تليفون جالكسي أو كاميرا، تمام؟ طيب تعرفون اللاعب أحمد عجب؟ أي. طيب أحمد عجب كم مرة لعب في كأس الخليج؟ خمس مرات. لكم بعد محاولة ثانية، هو غلط. يلا محاولة ثانية. مرتين. داش مرة. غلط. طيب انتم ما فزتوا معنا لكن راح توقعون حق اللاعب احمد عجب من منطقة سوية، توقعون على تيشرته. حلو. سؤالنا يقول في موسم 2007-2008 كان احمد عجب هداف الدوري الكويتي، كم هدف سجل في هذا الموسم؟ سبعة. لا شوية هداف. سبعة الله هداف. 20. لا تقدرون تتصلون حق احد اذا بغيتوا. لا عشرة. خمسة. 18. يعني انت قربت شوي. 21 جول. 13. انت قربت. 21. للأسف. حياك حياك. انت عارف عليك؟ حسين شمري. اي نادي تشجع في الدوري الكويتي؟ قادسية. سبحان الله المجمع كله صار قدساوي مرة واحدة. طيب قدساوي معناته المفروض ان معلوماتك القدساوية تكون 100 100. اللاعب احمد عجب تعرفه؟ ايه اعرفه. طيب هو حصل على لقب هداف الدوري 2007-2008، كم هدف تقريبا سجل؟ 14 هدف. احد علمك ولا؟ لا لا انا شايف. متابع جيد رياضي. حلو انت فزت معاي بجائزة من قناة قدساوي عبارة عن موبايل جالكسي سامسونج، مبروك يعطيك العافية. ممكن توقعون؟ توقع على تيشيرت اللاعب. شباب انتم بعد اللي ما فزتوا راح يوقعون بعد على التيشيرت، اوكي؟ الحين اقول لكم السؤال، السؤال يقول احنا بنقعد نحلف قوله ما قوله. نشبتوا ريجي حلف لهم السالفة، هات تصفق لي ترى على. تعال تعال. شو دعوة؟ شو دعوة؟ تيشيرت رقم شام. رقم شام، رقم شام. في لاعب كويتي اسمه أحمد عجب. تمام؟ أيوه. أنا نسيت السؤال. في كم نادي لعب اللاعب أحمد عجب؟ للحين؟ للحين لاعب الساحل القادسية وحين سامية. يعني ثلاثة؟ ايه. شو تقول؟ كم نادي؟ ثلاثة. بعد محاولة، تبون تتصلون حق أحد؟ هو مو ثلاثة. اللاعب أحمد عجب لعب أول مباراة مع المنتخب الكويتي في 2008 وسجل هدفه الأول بعد في 2008 ضد أي منتخب؟ كل واحدة تقول ديرة و عربي يعني خليجي. قطر. بحرين. سعودية. إمارات. يلا بعد أبي إجابة. آخر محاولة أوكي، كل واحدة بتقول لها محاولة ثانية. يلا للحين للحين مو ثلاثة. أربعة. إيش تقول؟ خمسة. إيش زيت؟ زين قول لي أي نادي؟ نادي شنو وشنو؟ قادسية. نادي واحد. بعد؟ ساحل. ساحل. إيه. هذه ثلاثة. سامية. الإمارات. قطر. ماكو قائد قطر مو؟ عمان. خليش كله قولوا الستة كلهم. زين من اللي كان خاطرها فيكم بالجالكسي؟ هو يا كاميرا يا تليفون؟ اي وحدة فيكم خاطرها في الجالكسي؟ طيب الإجابة صحيحة حق البنت شهد، هي اللي خاطرها مساعة بالجهاز. مبروك حبيبتي الإجابة هي عمان. شفتوا شلون وانتم خايفين من المساعة وما نبي ومعلوماتنا الرياضية ضعيفة؟ فزتوا معانا، حلت لهم السالفة. طيب فزتوا معانا بجهاز جالكسي سامسونج، يعطيكم العافية، جائزة مقدمة من قناة قدساوي. تسلمين حبيبتي كلكم وافق. مبروك يا عمري. يلا شكرا يعطيكم العافية. بس ممكن توقعون على تيشيرت اللاعب عشان نهدي له اياه.
اللي طالعني معصب ما راح اخذه. الكويت؟ لا ما ودكم تتصلون حق احد؟ تقربت من الاجابه. هو مو خمسة ولا ثلاثة، يلا عطني آخر إجابة. أربعة قاعد أقول. أربعة والإجابة صحيحة. نادي القادسية، الساحل، القادسية، السالمية، السالمية حاليا، وبعد أنت قلتهم مساعة. الكويت. مو الكويت. مو الكويت عشان تكمل الإجابة لازم تقول لي أربعتهم. أنا أنت أوكي صح أربعة، بس أربعة شنو شنو؟ أول شيء الساحل، بعدين القادسية، القادسية بعدين، والحين هو بالسالمية ورا القادسية. ثلاثة أنت قلت، الرابع شو؟ شباب شو رأيكم، فوزة ولا لا؟ هو قال أربعة صح، أربعة هو أربعة. ها هو السعودي، بس الشباب السعودي وليس النصر السعودي. أنت فزت معانا، ما بخسرك أنا، فزت معانا بجائزة مقدمة من قناة قدساوي عبارة عن جهاز جالكسي سامسونج، ألف مبروك. وراح أتوقع على تيشيرت اللاعب كهدية تذكارية راح نقدمها إن شاء الله له. شكرا لك ولا حق البابا؟ أنا أنا. أنت تعرف حق جالكسي ولا لا؟ يعرف له. مبروك حبيبي، أتوقعون على التيشيرت. السؤال يقول: اللاعب الكويتي أحمد عجب احترف خارج الكويت بنادي خارج الكويت، أي نادي؟ هاي صعبة. طيب أنت خمن وأنا أقول لك. قطر تقريبا؟ لا مش قطر. شكرا يا هذيك العام. والله ما أدري، بس أتوقع ظاهر في عمان لعب، ما أدري والله. تقول في عمان وأنت؟ في السعودية. هو اللي علمكم الإجابة هو اللي راح يأخذ الجائزة. والله تعال تعال تعال. علينا إحنا. أوكي. طيب أي نادي، أي نادي تشجعون أنتم في السعودية؟ أنا الأهلي. أنا هلالي. إسباني. منو؟ إسباني. إسباني من؟ برشلونة. برشلونة. ريال مدريد. أنا برشلونة. لا. دام أنت ريال مدريد بفوزك. حياك حياك. هذه اللي فاز معنا والإجابة صحيح هو هي نادي الشباب السعودي. دام انتم سعوديين مفترض ان انتم عرفتوا الاجابه. فزت معنا بجائزه مقدمه من قناه قدساوي عباره عن كاميرا. يعطيك العافيه. المفروض اقول لك صورني فيها، راح تتوقعون على تيشيرت اللاعب. اللي طالعني معصب ما راح اخذه. خلصنا أسئلتنا، بس لحن ودي أسأل، ترى ما شبعت. احنا خلصنا من مسابقة حلقتنا لليوم الخاصة باللاعب أحمد عجب، والحين احنا متواجدين في نادي السالمية، راح نلتقي باللاعب أحمد ونعطيه هديتنا من معجبينا من قناة قدساوي بالتيشيرت المليان بالتواقيع. يلا يا هلا مرحبا فيك كابتن أحمد معنا على قناة قدساوي، واحنا سعداء حقيقة في لقائك في برنامج أوتوغراف. الله يحييكم انتوا عندنا هني. طبعا قناة قدساوي يعني هي قناتي، قبلت قناتكم ولدهم انت. ما ولدهم ما يحتاج، فانتوا اللي مشكورين، يعطيكم العافيه وان شاء الله نكون خفاف عليكم. وبما ان احنا الحين في نادي السالميه، انا ابارك لك على انتقالك اللي تو صاير. طبعا الله يبارك فيك، واتمنى ان شاء الله تكون يعني فاتحه خير علي ان شاء الله، خصوصا الانتقال يعني 6 شهور، فان شاء الله نرد احمد الاول ان شاء الله، ورد حق جماهير القدساوية ان شاء الله. طيب شو تقول حق جماهيرك القدساوية عن انتقالك الى نادي السالمية؟ والله شوف الجماهير ممكن اجتني اتصالات لا تروح على تويتر، يعني واللي وصلوا لي يعني، فهي الفترة ترى 6 شهور ممكن تكون زينة حقي وزينة حقهم، فان شاء الله تكون زينة واتوفق فيها ان شاء الله وارجع بقوتي افيد لهم احسن ان شاء الله. ان شاء الله.
هو ترجع بقوتك هذه مضمونة بإذن الله. جمهورك ما شاء الله يعني محب لهذا النجم الرياضي. احنا رحنا مجمع 360 وشفنا مدى حب الجمهور لك، وهذا شيء وايد حلو يعطي دافع للاعب. واسألونا عن سبب غيابك، يا ترى شنو السبب؟ بالبداية يعني طبعا الجماهير يعني هم ملح الكرة عندنا بالكويت. إذا تلعب هنا الفترة الأخيرة ما كنا نلعب حق نفسنا ولا نلعب حق شيء، نلعب حق الجمهور نفرحهم حتى بيننا وبين بعضهم، نقعد يعني بغرفة ملابس يعني شوف العالم اللي حاضرين حقنا، يعني حرام نطلعهم خسرانين، حرام يعني تضايقون أو شيء. فأعتقد أنه هو المكسب الكبير اللي كسبناه. وسبب الغياب الفترة الأخيرة يعني الكل يدري أن أنا مسوي 3 عمليات بركبي، 2 بالشمال الله يسلمك، 1 باليمين، ممكن تتأذى منهم. فالحمد لله إن شاء الله يراجع إن شاء الله. يعني أسباب الانقطاع كان عن الساحة الرياضية والإصابة. نعم الإصابة. الحمد لله على سلامتك كابتن أحمد. طبعا جماهيرك كلها تنتظرك، سواء كنت في أي نادي، في السالمية ولا القادسية، أنت ولد الكويت وأنجزت وعطيت الكرة الكويتية حقها، إحنا ننتظر المزيد من هالنجاحات. أنا عرفت أن أخوك الصغير فيصل في الناشئين على ما اعتقد، الناشئين الشباب يلعبين. يعني حلو، انت معطى الخطه هذه ولا لا فيصل؟ انا قلت له بس انطر، يعني انا ما راح اعتزل لين يصعد فيصل، يعني اعطي رقم 9 واعتزل. حلو، انت وايد رياضي. انا قريت عن سيرتك ما شاء الله، يعني سيرتك الذاتيه مليانه، يعني من اللي عرفته هني من اهل الكويت واللي قريت عنك في الانترنت ما شاء الله يعني مليانه سيرتك الذاتيه. فعرفت ان عائلتك رياضيه ومحب للرياضه، حتى امي تلعب كره عندنا بعد. والله لا انا شوف احنا يعني 8 الله خلينا بعض، ممكن عندنا الكبير بس اللي لعب فتره ووقف، وعندي اخوي الصغير متين شويه. خلاص على يدك انت، تخلي رياضي. ما ينفع، انا حتى هو زعلان على امي يقول يعني ليش، ايش معنى انا الوحيد اللي جبتني متين، يعني ليش كلهم لاعبين انا مو لاعب. فعبد الله ومحمد يعني لعبوا، وعبد الله ومحمد ومجبل لعبوا بالساحل، وانا وخالد بالكويت كان، وانا بالقادسيه، وفيصل خليته مع القادسيه، قلت انه احسن لي، يعني ابي يعني العب نادي كبير على طول. ما بي يعني تدرج غلط او تاسس غلط. طيب من بعد نادي السالميه في خطط مستقبليه ان تكون في نادي ثاني في الكويت او برا احترافيه؟ والله شوف اتفاق ان شاء الله انه يكون يعني 6 شهور وعقبها اكون بالقادسيه. فعاد بعدها شو يصير كل شيء وقته حلو، خصوصا نشوف انه فتره هذه 6 شهور هذه ايش بيصير فيها بعدين تيسر. يعني حلو، احنا نطمن الجماهير القادسيه انه لاعب احمد عجب راح يرجع ان شاء الله لنادي القادسيه. انا لاعبهم فتره معينه، لاعبهم ما يحتاج يعني اللي يقولونه هو اللي يصير، هو اللي يبونه هو اللي يصير. اكيد. وطبعا احنا في نهايه ذي اللقاء او قبل ان ينهي اللقاء، خلنا نسال عن المواقع الاجتماعيه. الحين لاحظنا في المواقع الاجتماعيه تويتر، موقع الصور، انستغرام، فيسبوك، كل اللاعبين يتواصلون فيها سواء كان لاعبين الفنانين. فشلون فادتك هذه المواقع الاجتماعيه للتواصل مع معجبينك ومحبينك؟ والله شوف انا اول شيء بالانستغرام انا مو صاحبه، ما اصور واحط، لا عندي بتويتر تواصل مع الجمهور. طبعا تويتر يعني سلاح ذو حدين، يعني لعبت زين اليوم خذ المدح وخذ الكلام الطيب، ما توفقت اليوم تعال شوف الكلام اللي يوصلك. فاعتقد ان يعني هو تواصل مع روحك رياضيه، اي روح رياضيه اكيد، ولا تقدر تقول شيء، انت بما انك لاعب يعني انت شماعه خلاص، يعني تتحمل اي شيء. لازم بالك يكون وسيع، واللي يتكلم صدقيني يتكلم الحين ممكن من الغضب، بس بعد ساعتين 3 ساعات لو شوفك بالشارع او شيء يروح يصور معاك يسلم عليك. فاعتقد ان هذه لحظه غضب بس، وان شاء الله تكون لها فائده لنا ان شاء الله. لحظه غضب ممكن تكون او حرص منهم انهم متابعين لك، هذا شيء زين سواء كان سلبي ولا ايجابي، هذه متابعتهم لك لانك مميز. هو حرص، ودائما يعني عارفين الجماهير عندنا بالكويت، هذا قد تساوي هذا عرباي، الكويت صغيره، هذا قد تساوي هذا عرباي، وتلقينهم اخوان يعني يتكلمون بعض يتحدون بعض، فهذا اللي يخليه انه يغضب. فان شاء الله انا يعني السنه طابت الحمد لله، يعني السنه طابت خلينا 3 بطولات من 4، والرابعه خسرناها بنتيات. حلو. وظروفها بعد اللي قبلها يمكن خلينا 2، اللي قبلها 3. فالحمد لله يعني اعتقد ان الجمهور ملك، يعني انه متمتع خصوصا ال10 سنوات اللي طافت هذه. حلو. وان شاء الله نأدي لهم لقدام ان شاء الله. ان شاء الله، اتمنى لك كل التوفيق. الله يجزاك خير. وانا تشرفت بلقائي معك. الشرف لي. لاعب متميز في دوله الكويت، وللحين ما انسى الهدف اللي سجلته ضد البحرين. حبايبنا البحرين. تسلمون. وطبعا في نهايه لقائنا قبل تقول كلمتك للجمهور، احنا نهديك طبعا. هو توقعت ان تكون برنامج اوتوغراف يكون توقيع، واحنا ناخذ توقيعك. بس في برنامج اوتوغراف على قناه قدساوي احنا قلبنا الموازين، خلينا المعجبين هم اللي يوقعون لك، يعبرون لك عن حبهم وتقديرهم لك على كل اللي قدمته للكره الكويتيه.
وعلى تيشرتك قد تساوي رقم 9. نعم ما عندي واحد بيه حطه ذكرى. نبغى لك واحد بتواقع معجبينك ومحبينك، هدية بسيطة من قناة قد تساوي ومعجبينك في نفس الوقت، نتمنى تقبلها منها منا. الله يعطيكم العافية، بالعكس يعني شيء بصراحة مو متوقع للأمانة، الله يعطيكم العافية. تستاهل أكثر، تستاهل أكثر أحمد، وموفق بإذن الله. كلمة لجماهيرك. كلمة شو أقول، يعني جمهور قد تساوي يعني هو اللي صنع اللاعبين، هو اللي صنع أحمد عجب، خصوصا أحمد عجب. يعني جتني فترة من فترات أنا يمكن بال 2010 شوية مشاكل، يعني فارقني الحظ شوية، بالعكس معاك وعجب يا عجب بالشارع أشوفها، بالملعب، بالنادي. فأعتقد أن جمهور ذوقه عالي، جمهور لو شو راح نسوي له، لو نجيبهم كل سنة من خمس بطولات ما راح نوفيهم حقهم. نتمنى يكون يعني خلينا يعني شويه من الثقه اللي اعطانا اياها، والتوفيق ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق. الله يعطيك العافيه. والتميز ان شاء الله منها للاعلى. ننتظر عودتك لنادي القدسيه باذن الله ان شاء الله. وهذه هديتنا من قناه قد تساوي. الله يعطيك العافيه. تفضل. يعطيك العافيه على كل جهودك، واحنا استمتعنا بهذا اللقاء. الله يعطيكم العافيه وشرفتونا بنادي سالميه، وباذن الله نسوي لقاء ثاني بنادي قدسيه وبتشرف نادي سالميه ان شاء الله باذن الله. الله يعطيكم العافيه. مشكورين. شكرا. ما قصرت. إذن مشاهدينا وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا لليوم مع نجمنا الرياضي أحمد عجب. إن شاء الله راح ألتقي فيكم مع نجوم جدد في برنامج أوتوغراف. كونوا معنا ومع السلامة.